السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى الفيديو ديالي يعطيكم صحة جيدة وبانا مزيانة ان شاء الله. المهم اليوم عندنا كليبات صغارين. اش كوتشي هرسي هرسي بانشي كوشي كوشي اي كوتشي كوشي كوشي بانشي بانشي المهم كليبات ديالنا الصغار. عندنا دابا تريتمو ديال ثلاثة كلاب، عندنا بوتشي بيشون وبوتشي، وعندنا هاد الكلبة هادي جديدة. المهم هادو غادي نعملو لهم تريتمو ديالهم، نعملو لهم تريتمو ديال نيكس جار. غادي نشوفو كل واحد فيهم واش غادي ياكلها ولا ما غاديش ياكلها. روزارا ليات كتاكل عليهم الدرابل، كتعرفو مشات تطلقات، غادي يجيوها بحال ساندويتشات. المهم غادي شحال من واحد كيجي كيشري من عندي هاد نيكس جار وكيساقسيني كيقول لي هادي ديالاش. بيني وبينكم حتى انا والله ما عارف ديالاش، ما عرفتش علاش كيديرها. المهم هادي السؤال غادي نسولكم بالنسبه للناس اللي كيستعملوا باستيات بزاف وخصوصا هاد نيكس جار، قولوا لنا هادي علاش كيديروها، علاش كل باستيه كتمشي مع وحده من هادي. وعمرني جربت انني نفتحها، كيقول لي دماغي تقدر تكون فيها شي لاصوص باش كيخلطوها مع هادي. المهم دابا حنا غنفتحوها ونشوفها واش كتجي خاويه ولا كتجي عامره. كنهضر لكم على هادي هادي هادي، نفتحوها كيجي فيها حتى هي التاريخ ديالها، تيجي كتجي خاويه ما فيها والو. ولكن علاش كيديروها هذا سؤال غادي نسولكم بالنسبة للناس اللي عندهم خبرة في هادشي هذا. خليو لنا الجواب في لي كومونتير. دابا غادي نشوفو مع شوف شحال صغيورة، صغيورة 125 درهم. هاش كلشي ما بغاش ياكلها لنا. غادي ندوزو نيشان الطريقة باش ممكن الروزا. غادي نجيبو الطرف ديال الباتي، غادي نديروها في وسط منو. كوتشي واحد النصيحه بالنسبه للدراري اللي عندهم كلاب حاملين، كلبه حامله ما تعملهاش باستيه، ولا كانت مريضه وبغيتي تعمل لها شي دواء من الاحسن تشاور مع الطبيب. كلبة حاملة ما تعطيهاش الدواء خصوصا ديال لي بارازيت. دابا عندنا غادي نعطيو البوتشي. بوتشي فاشش بوتشي غاشي كتعطيها له وكتحضيه، كتحضيه عندك تمشي تطيح وديها له شي واحد اللي يكون ديجا هو واكلها. المهم ومن الاحسن ملي كتعطيهم تريتمو كتكون عندك كارني الفاكسان ديالهم، كتقيد له النهار فوقاش عطيتيها له، حيت هي عندها 3 شهور كيتسالى المفعول ديالها. بزاف ديال الناس كيجي كيقول لك انا كلبي ما فيهش الحناش واش نعطيه؟ راه ما كاينش شي كلب ما فيهش الحناش، ما كاينش شي كلب ما فيهش الحناش، راه مستحيل. خاص التريتمو ديال الحناش، الا كنتي كتعمل له التريتمو مزيانه بحال هادي كل 3 شهور خصك تعاودها له. الا كنتي كتعطيه التريتمو عاديه بحال زيبران بحال المهم عادي ديال الباستيات خصك تعاودهم له من الاحسن كل شهر. وهادي واخا كتنقام غاليه شي شويه قاصحه في الثمن، بحق كنصح بها الدراري. بالنسبه اللي عنده كلب واحد ما غاديش تغلبو، من الاحسن يعطيها له. اش عندنا هادي هي اللي نعطيها. ايه كوتشي بيشو اش
بعد وجهها. ايه سير انت. دابا هادي عندنا معها مشكلة حيت ما غاديش تبغي تاكلها لنا، دونك غادي نحاولو نلوحوها لها بحقها. مبغاتش تاكلها لنا دابا، مبغاتش تاكل الباطي، ولكن راه خصها تاكلها. غادي نحاولو نديروها لها ديريكت في الحق. يلا كول صافي. غادي تطلقها وتبقى حاضيها بحيث تقدر تعاود تلوحها. المهم هي راه كلاتها مزيان، ما عندهاش مع الباطي. ضرب كول. المهم العصابة راه عندنا كاملة كل واحد في البوكس ديالو، ربطهم باش ما يوقع ليش الدباس بين الصغار والكبار. وروزا ها هي هنايا، روزا راه عساسة، عرفتي الا مشات توصل عندها شي واحد من هاد الصغارين مشى. هي بيشو دابا عاد صيقته وفزكتهم عليها، كيبانو هكا فازقين. بوتشي دابا عاد كتاكل. شي روزا منين كتشوف شي واحد كيقرب جهتها تاهما كيعرفوها خطر، حتى شي واحد ما كيقرب جهتها. ايه بون شيان. روزا الفعل ديالها مع الكلاب الاخرين ما كتعقلش تتمشي نيشان كتهجم. ايه روسا بصي صافي كتروي. شوف بوتشي دابا هي شافها خصو يهبط بحالو صافي. هادي راه باقية ما مقيساش الضربة ديالها، راه عليها تتشدهم بطل حرام تتشدهم. المهم كوتشي كيفتح الباب. تحيح عليها حتى هو، هي ما كتبغيش تا بوتشي ماشي ساهل. ايه روزا اسي
اسي ايه جيتي راس. المهم اخوتي الفيديو كان هو هذا، كنتمنى يكون عجبكم وكنتمنى تزيدوا تدعمونا بلي بارطاج و ابوني اللي باقي ما داش ابوني تابونا معنا. نتلاقاو في الفيديو الجاي والى اللقاء.